يعني كلنا نتمنى وكنا نتمنى انه الكاظمي يستعيد ولو قليل من يعني سيادة الدولة والحكومة، ولكن مع الأسف يعني مثال بسيط مثلا 500 شخص أمام مقر مال الحزب الديمقراطي الكردستاني أو أي حزب آخر يعني أو أي مكان آخر، 500 يعني جيش وحماية وما أدري شنو، وتجي فد كم عدد من الفصائل وتجي تحرق أمامهم ولا يتحركون. عندك المنطقة الخضراء يعني ولو خطوات بسيطة الكاظمي ما اتخذها، وهذه طبعا يعني أنا وأنت ننتظر أوكي 4 أشهر إن شاء الله 6 أشهر الأخ، بس ينطينا وقت محدد، مو ينطينا كل يوم، كل ما صارت حادثة سوى لجنة، كل ما صارت حادثة سوى لجنة. هسه الآن عندنا 15 لجنة على ما أعتقد خلال 4 أشهر. نعم، شنو النتائج اللي توصلت إلى هذه اللجان؟ مو أنت راح تفقد أولا ثقة الشعب بيك، وبعدين راح تفقد ثقة الدول بيك. يعني مثلا إذا أنت ما قدرت تحرك وتأمن الخضراء مثلا، لأنه الأمريكان لحد الآن غير راضين يعني بما يتخذوا من خطوات. شنو الهدنة؟ منو قال لك تروح تساوي هدنة؟ الأمريكان يطلبون منك أنه تحمي البعثات الدبلوماسية، ما قال لك روح ساوي هدنة.